المشكل ديالي مع بيل بصفته قائد. المشكل ديالي معاه، أنا جاتني واحد الإرسالية من الولاية ومشيت للعمالة وسولت على الإرسالية ديالي، ما لقيتش فيها الجواب. ملي ما لقيتش الجواب اضطريت نقول لهم بغيت نقابل السيدة العاملة، ما خلونيش. بقيت كنمشي وكنجي وكنمشي وكنجي، في الاخر كنلقى رئيس القوات المساعدة السي هشام، قال لي رجاء القيد ديالكم وهضر معانا. وقال لهم هاد السيدة ما كتسكنش في حي شنيدر نهائيا وما عندها حتى شي علاقة. قلت ليه لا سيدي، هاد محمد حربيل اللي تيقول لك انا ما تنسكنش كاع في حي شنيدر راه هو اللي عطاني شهادة السكنة وهي بالاسم ديالها. قال لي يا سيدي واش عندك هاد الوراق؟ قلت ليه ما جبتوش معايا، دير معايا نهار الجمعة نجي. انا نهار الجمعة جيت على اساس غادي نحلوا هاد المشكل. حتى كنتفاجئ بالقيد جا وطلع العمالة، ومن بعد كينزل هو رئيس المخازنية وواحد سيد في الديوان كيقولوا لي تيهضر معايا على شنو جيتي وشنو السبب وهادي. تنتفاجئ به كيضربني القيد، ضربني لوجهي والسب والشتم بيدي صفقه. انا هذيك بوني هذيك، وكان غير السمر في الضرب ديالي ملي ضربني والحق يقال. هذاك وذاك هو اللي فكوني منه. ومن بعد كتجي السياره ديال البوليس كتهزني، كيعتقلوني تما من حدا العماله، كيعتقلوني في العماله وكيديوني تيبداو يستجوبوا معايا داكشي. وقالوا لي في البوليس راه كاينه كاميرا بانك انت سبيتي هاد القيد. قلت لهم انا جيبوا لي ديك الكاميرا، ودزت عند قاضي التحقيق. ومن هذا المنبر كنقول كاينين الشرفاء في البلاد ماشي ما كاينينش، كاينين المفسدين وكاينين الشرفاء. هذاك القاضي التحقيق الله يجازيه بخير قرا الشكايه ديالي وعطيتو الاوراق وكل شيء وخرجت، رفع الدعوه ضد هذا القيد الى السيد وكيل العام عامين دابا ما كاين حتى شي جواب عليها. فيما كنمشي لمحكمه الاستئناف كيقولوا لي راه ما كاينش الجواب، راه المنطقه ديال الحي الحسني ما غطاتش عليهم. البحث كاين حول رئيس المخازنيه هشام، ليومنا الان ما لقيت حتى شي جواب. انا كنطالب من السيد رئيس كنطالب من السيد وكيل العام السي مطار باش يحقق في هذه القضيه. واللي تنطالب به اكثر قالوا كاينه كاميرا يجيبوها، والكاميرا غتبين واش انا ضربته ولا واش انا سبيته ولا هو اللي ضربني. هادشي اللي كنطالب.